أركان الصيام، سألت نفسك أي أركان الصيام؟ الركن ده الأساس، وإحنا عندنا ركنين اثنين لا ثالث لهما في قضية الصيام. الصيام عشان صيامك يبقى صيام صحيح احتاج لحاجتين اثنين. الحاجة الأولانية هي النية. يعني إيه النية؟ يعني الإنسان لابد أن يكون عنده نية إن هو يصوم، لأن ممكن أنا أصلاً أمتنع عن الطعام والشراب وأمتنع عن الشهوة، لكن ليس هناك نية صيام. طب النية عندنا إيه المطلوب أصلاً في النية؟ المطلوب في النية رقم واحد الجزم. يبقى عندك أنت جازم إن أنا صايم، يعني صايم، يبقى دي رقم واحد الجزم. رقم اثنين التعيين، لابد إنك تعين. أنا سأصوم، طب أصوم إيه؟ أنا أصوم بكرة ده يوم من شعبان ولا يوم من رمضان؟ ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك. ليه؟ لأن لا فيه جزم ولا فيه تعيين، هيصوم يوم 30، إن بقى من شعبان بقى من شعبان، وإن بقى من رمضان بقى من رمضان. لا يصوم الإنسان كذلك. ليه؟ لأن هيبقى عنده حالة من حالات عدم الجزم وعدم التعيين. يبقى لابد أن أعين أنا غدا صائم وصائم غدا رمضان لله رب العالمين. رقم ثلاثة التبييت، لابد أن يبيت الإنسان نيته للصيام من الليل، فلا يجعل هذا في صيام الفريضة، احنا بنتكلم على صيام رمضان، هذا ينبغي أن يكون من الليل. يبقى عندك في نيتك لازم أن يكون عندنا التعيين، ولا بد أن يكون هناك الجزم، ولا بد أن يكون التبييت. والله جل وعلا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الركن الثاني هو الامتناع عن المفطرات. ايه هي الاشياء التي يعني تجعل الانسان يخرج من الصوم الى الفطر؟ حاجتين ده الاصل فيهم، اللي هم الطعام والشراب بنعتبرهم شيء واحد، وكذلك ما يتعلق بالشهوه اللي هي الشهوه الجنسيه بالنسبه للانسان. فالانسان ينبغي عليه ان يمتنع عن هذا وذاك. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإن بلالا يؤذن بليل. يبقى لازم الإنسان يمتنع عن الطعام وعن الشراب، ولا بد وكذلك لا بد أن يمتنع عن الشهوة، كما قال ربنا جل وعلا: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبقى عندنا شيئين، ركنين أساسيين، نية تبقى موجودة، وامتناع عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة. قبل الله منا ومنكم إن شاء الله.